الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مانتا وحن هلكن حاضر وقلنا هاي إن شاء الله تعالى إن أن كلا قيب قادنا فرحدة إن دمستيرك قرآن كريم كه هبة محمد موسى تاريخ دونا وبش اللحات مانتا أو طبعاً لبدو كوني يلا بعتنك إن سيدا سواي تهاي وقف آد يا آد الدعير وحاينا كبرة القرآن الكريم كا إن مجال ذا قبل كان من الصورة أو كتر سن قبل ذا دل كمريكان كا وأنا اللي بيتمن سنة جر وحنا لين هاي همبليو إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وحن إمكنا ميكروفونك إن شاء الله تعالى أن كوري تشينينا أستاذ معلم عبد الله إن سودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد ما توحن أتشوقنا أرضيت حسادو أركيسان قرانك خطين تيو على هذا معهد الجزري أرضيت كدام يسي ما توحن بيشو تحي بيش اللي حاده toban keda labada kun iyo labatan ka waxaan maanta u joognaa farxadaas masha Allah waxaan ugu hambalyeynayaa dhamaan macallimiinta iyo waalidkii ku soo tabacay waqtiga badan magaranaysa la dadaalay waxaan ugu hambalyeynayaa jazakumullahu khayran balay wa du'aynina waxaan ilaahay ku baryeynaa inuu quraanka ay waalidkeedana ku anfaco nafteedana ku anfaco waxaan u du'aynina insha Allah ilaahay garanaysa quraanka sida quruxda badan la akhriyay ay u baratay inuu ilaahay magaranaysa u fahansiyo amalkeedana u wanaajiyo dunyadeeda aakhiradeeda magaranaysa uu horumar iyo guul uu magaranaysa uu sii gaarsiiyo waan u duceynaynaa waana farxadda ay hambalyada waan la qaadanaynaa waxaan leenahay mar labaad alf mabruuk hambalyo hambalyo hiba
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مانتا وحن هل كان حاضر وقلنا هاي إن شاء الله تعالى إن أن كلاقى قادنا فرحدة إن دمسترك قرآن كريم كه هبة محمد موسى تاريخ دنا وبش لحات مانتا أو طبعا لبدو كوني لبعتنك إن سيدا صويت هاي وقف آد يأدو دعية وحاينا كبرت القرآن الكريم كا إن مجال هذا قبل كان من الصورة أو كتر سن قبل هذا دل كمريكان كا وأنا اللي بيتبع سنة جير وحنا اللي إن هاي همبليو إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكور معي. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وحن يمكننا ميكروفون ك إن شاء الله تعالى أن كوري تنينا إن أستاذ معلم عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد ما توحنا وشوقنا أرديت حصادو أركسان قرانكا خطين تيو كان هذا معهد الجزري أرديت كده من سيماتو بيشو تحي بيش اللي حاده
tobankeeda 2020ka waxaan maanta u joognaa farxadaas masha Allah waxaan ugu hambalyeynayaa dhamaan macallimiinta iyo waalidkii ku soo tabacay ee waqtiga badan ee magaranaysa la dadaalay waxaan ugu hambalyeynayaa jazakumullahu khayran balay wa du'aaynaa waxaan Ilaahay ku baryeynaa inuu quraanka ay dhameysay maanta inuu in magaranaysa uu magaranaysa uu Ilaahay u barakeeyo waalidkeedana ku anfaco nafteedana ku anfaco waxaan u du'aaynaa insha Allah Ilaahay magaranaysa quraanka sida quruxda badan leh oo akhriyaysay ay u baratay inuu Ilaahay magaranaysa uu fahansiiyo amalkeedana uu wanaajiyo dunyadeeda aakhiradeeda magaranaysa uu horumar iyo guul uu magaranaysa uu sii gaarsiiyo waan u ducaynaynaa waanan farxadda iyo hambalyada waan la qaadanaynaa waxaan leenahay mar labaad alf mabruuk hambalyo hiba waxaan kugu hambalyeynaa maanta sida fiican ee quruxda badan leh aad u soo khatinta quraanka waan kugu hambalyeynaa mar kale jazakumullahu khayran اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا آمين. وعلمنا منه ما جهلنا آمين. ورزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار آمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا آمين. الذي هو عصمة أمرنا آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا آمين. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير آمين. واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة آمين. وخير عملنا خواتمة آمين. وخير أيامنا يوم نلقاك فيه آمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية آمين. وميتة سوية آمين. ومردا غير مخزن ولا فاضح آمين. اللهم إنا نسألك خير العلم وخير العمل آمين. وخير الحياة وخير الممات آمين. وثبتنا وثقل موازيننا آمين. وحقق إيماننا وارفع درجاتنا آمين. وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك آمين. والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها آمين. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين. ومن ضاعتك ما تبلغنا بها جنتك آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا آمين. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا آمين. وقواتنا ما أحييتنا آمين. واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين. وانصرنا على من عادانا آمين. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا آمين. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا آمين. ولا مبلغ علمنا آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته آمين. ولا همّا إلا فرجته آمين. ولا دينا إلا قضيته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thanks to my mother, thanks to my معلم, my mother and my father and everybody at Al-Tahrir Farooq. Okay, thank you.